طيب دلوقتي بارت 4، واللي المفروض هيكون فيه الاكزامبلز اللي على الاو سي ال، وده اخر بارت ان شاء الله في الليكشر دي. وركزوا كده ان شاء الله يكون بارت لطيف وظريف، ونلم فيه بقى كل اللي فات باذن الله. طيب اول حاجه، اول اكزامبل بنتكلم فيه بيقول ان المفروض ان احنا عندنا هنا الرول، وبعد كده طبعا زي ما انتم عارفين هنا بقى نبدا ان احنا نكتب هنا الاو سي ال كود، وطبعا معانا بيكون فيه الكلاس دايجرام اللي بنطبق عليه الرول او الكونسترين دي. اول حاجه، all players must be over 18، كل اللاعبين لازم سنهم يكون اكبر من 18 سنه. فبنقول context player، طبعا player جواه integer age. نبدا نقول player invariant، او اللي هو ممكن نقول inf اختصارا يعني، self.age اكبر من او يساوي 18. وطبعا ممكن نشيل self، وكمان في غلطه هنا ان هنا قايل اكبر من او يساوي 18، مع ان هي المفروض اكبر من، بس لان هنا هو قايل اوفر 18 مش قايل ان هي ممكن تكون بتساوي 18. طيب دي اول حاجه، وطبعا حاجه بسيطه كده. بعد كده اول بقى اكزامبل حقيقي معانا. الاكزامبل زي ما انتم شايفين، او الاكزامبل عموما اغلب اللي جاي انا اللي رسمه، اضطريت انا اللي ارسمهم وانا اللي اقول الافكار، بسبب عدم وجود ريسورسز كتير للتوبيك بتاع الاو سي ال للاسف يعني. فالمحاضره دي من اصعب المحاضرات اللي انا حضرتها، بسبب ان كل حاجه تقريبا كنت انا اللي بكريتها من الاول. فعايزك تركز معايا كده عشان المجهود ده ما يضيعش على الفاضي، وان شاء الله تطلع فاهم كويس جدا باذن الله. طيب اول حاجه، طبعا احنا بيكون معانا هنا الاكزامبل، بيبقى فيه الرول، وبعد كده زي ما قلت الدياجرام، والسلايد اللي بعدها على طول بيوضح الحل. فانا عايزك قبل ما تروح للحل وقف، حاول تحل الرول دي او الاو سي ال دي قبل ما تشوف الحل، ما تبقاش عمال كده تتفرج وخلاص عشان ده غلط. طيب اول حاجه، we want to enforce that every book in the library system must be available for borrowing. طيب هو هنا معنى ده ايه؟ احنا عندنا هنا اللايبراري جواها array of books، طبعا array of objects، كل object فيها يعتبر من الكلاس اللي اسمه book. فانا عندي هنا array اسمها بوكس، مليانه اوبجكت اوبجكتس، كل اوبجكت منها عباره عن بوك. يبقى طبعا انا هنا كل اوبجكت يبقى جواه التايتل والافيلبل والكلام الاتريبيوتس اللي موجوده جوه البوك دي. فيما معنى الكلام ده ان انا عايز اتاكد ان كل البوكس اللي جوه الاري دي كلها عندها اتريبيوت افيلبل بترو، لان انا عايز اتاكد ان كل الكتب الموجوده افيلبل. هنعمل ده ازاي؟ طبعا المفروض ان انت توقف دلوقتي وتشوف الحل. هنعمل ده بالفور اول، فانا قلت context library، بعد كده inf self dot box for all. طبعا for all دلوقتي هتلف على كل الاتريبيوتس، او سوري كل الاليمنتس اللي جوه الاري دي اللي هي اسمها box، وتشوف هتتاكد من هتتاكد من اكسبريشن معين حلو، اللي هو بي دوت افيلبل، اللي هي هل البي دوت افيلبل بترو، هل كل الاليمنتس اللي جوه البوك الافيلبل بتاعها بترو. لو كلهم هترجع ترو، لو لا واحده فيهم لا هترجع فولس. فده كده بيحقق الرول دي، ان هو لازم بيتاكد كده بالفور اول ان كل الكتب اللي جوه عندها افيلبل، معنى كده ان هي متاحه. وطبعا اقدر اقول بي دوت افيلبل ايكوال ترو، او ان انا اختصارا اقول بي دوت افيلبل، معنى كده انا بتاكد ان هي بتساوي ترو. ده كده اول اكزامبل. تاني اكزامبل بيقول وي وانت تو انفورس از ذات ذا جريد ليفل اوف ايتش ستودنت شود نوت اكسيد ذا ماكسيمم جريد ليفل الاود باي ذا سكول. طبعا احنا دلوقتي عندنا سكول وعندنا ستودنت، السكول جواه اري اوف ستودنتس، نفس الفكره بتاعت البوكس ان اري اوف اوبجكتس، كل اوبجكت من النوع ستودنت، فانا عندي ستودنتس كتير جوه الاري دي، وعندي الماكس جريد ليفل، الاعلى جريد ليفل ممكن يوصل في السكول دي، وعندي الستودنت عنده نيم وايدج والجريد ليفل الفعلي بتاع الستودنت. هو بقى معنى الكلام هنا ان انا عايز اتاكد ان الجريد ليفل ده اصغر من او يساوي الماكس جريد ليفل اللي موجود جوه السكول. طبعا الحل سيلف دوت ستودنتس اللي هي الاري دي، وبعد كده برضو فور اول هبدا اشوف كل اس دوت جريد ليفل اللي هو اس اللي هو
الاوبجكت الموجود هنا اللي هو من نوع سكول، يعني اللي هو من نوع سوري ستودنت، بشوف الجريد ليفل اللي جواه هل هو اصغر من او يساوي الماكس جريد ليفل، او السيلف دوت ماكس جريد ليفل، ده معناه اللي في السكول، يعني لازم ده يكون اصغر من او يساوي ده. لو كلهم كده هيرجع لي ترو، فده انا كده بحقق الرول دي. طبعا دي تقدر تتعمل باكتر، كل اكزامبل من هنا يقدر يتنفذ باكتر من طريقه ويتحل باكتر من طريقه، فانت لو حليتها بطريقه تانية تقدر تكتب في الكومنتس الطريقه بتاعتك وتشاركها مع الشباب. طيب تالت اكزامبل، طبعا انا عندي هنا كاستمر كارد وعندي كاستمر، وبيقول ان for every instance of customer card the printed name attribute must be equal to ال owner's title وال name. يعني هنا انا عندي printed name، انا عايز ال printed name ده يكون بيساوي ال title زائد ال name اللي موجودين في ال customer. حلو قوي. الحل بيقول لي context customer card اللي هو ده، عايز بقى اشوف جوه ال customer card ال printed name. طيب هو هنا قال انف برنتد نيم، برنتد نيم دي يا شباب عشان ما حدش يتلخبط فيها ممكن تيجي في الام سي كيو كتير، ده اوبشنال. البرنتد نيم اللي مكتوبه هنا اللي هي بعد الانف على طول من غير نقطتين دي اسم الانف، ممكن نحطها ممكن لا، دي كده اسمها برنتد نيم، بعد كده نقطتين وكمل الكلام. قال ان البرنتد نيم بي ايكوال الاونر دوت تايتل، طبعا ده الاونر، رحت من الاونر للتايتل كونتاكت او سوري بقى كونكيت كونكيت، بدأت ان انا احط اجمع ما بين الاونر دوت تايتل والاونر دوت نيم وفي ما بينهم سبيس. طيب الاكزامبل الرابع بيقول لك ان التوتال برايس ان اوردر كلاس ماست كالكوليت ذا توتال برايس اوف اول برودكتس ان ذا اوردر. طيب انا عندي هنا اوردر وعندي برودكت، البرودكت علاقته بالاوردر كومبوزيشن، البرودكت جواه برودكت اي دي وجواه برايس، وادي الاوردر عنده اوردر اي دي وعنده برودكت ليست اللي هي طبعا برضو اري فيها برودكتس، والتوتال برايس هو ده اللي احنا عايزين نعمل له الكونسترين، ان التوتال برايس ده المفروض يكون بيساوي مجموع اسعار البرودكتس طبعا في الكوانتيتي بتاعتها. طب ده هنعمله ازاي؟ طبعا سيلف دوت برودكتس، طبعا السيلف دي ممكن تتشال، سيلف دوت برودكتس، وبعد كده قلت كولكت. ليه كولكت؟ عشان انا الاول قبل ما اجمع الصم او قبل ما اجيب قبل ما اجمع اسعار البرودكتس لازم اضربها الاول في الكوانتيتي بتاعت كل برودكت، فانا همسك كل برودكت وابدا ان انا اضرب البرايس في الكوانتيتي. فانا لو شاري مثلا خمس ايتمز من برودكت معين وسعره 5 جنيه، فكده المفروض الاجمالي يكون 25، او عامل اري جديده من البرودكتس دي فيها دلوقتي الاري الابديتد ان هي فيها كل برايس مضروب في الكوانتيتي بتاعته، يعني فيها الاسعار النهائيه بالكميات، بعد كده ابدا اجمعها كلها ويبقى هو ده التوتال برايس. طبعا التوتال برايس ده ممكن ابداه ممكن احطه من الاول، يعني ممكن اقول سيلف دوت توتال برايس ايكوال سيلف برودكتس وهو مكمل، او اخليها في الاخر كده الاثنين واحد. كلام جميل. اكزامبل 5 هو سهل جدا، او يعني سوري بسيط قوي في كحل وك رول او ككونسترين، ولكن الحل بتاعه مش سهل، فركز فيه قوي ولو جبتها تبقى لعيب جدا. اول حاجه هو هنا بيقول، او يعني هي الحاجه الوحيده، هي اول حاجه a player must have a bit to interact with. انا هنا عندي بلاير وعندي فيجوال بيت، الفيجوال بيت دي اللي هي حيوان اليف ولكن صناعي لعبه، الفيجوال بيت جواها نيم وجواها هابينس ليفل وجواها هانجري ليفل او هانجر ليفل والانرجي ليفل، وكمان البلاير جواه البلاير نيم وجواه البيت. بكل بساطه هو بيقول هنا في الكونسترين ان انا عايز اتاكد ان البيت ده موجود. هتعمل ده ازاي؟ وقف الفيديو ارجوك وحاول تحلها، عشان لو حلتها فعلا تبقى حد كويس جدا ما شاء الله. طيب ايه الحل؟ الكونتكست طبعا البلاير، الانف ان انا بس كل اللي بعمله ان انا بقول ان البيت نوت ايكوال نل، بس كده. الحاجه العبيطه قوي دي اللي هم حرفيا كلمتين، ان البيت نوت ايكوال نل، انا كده اتاكدت ان البيت دي موجوده بس كده، بان انا قلت ايه ان هي نوت ايكوال. اكزامبل 6 هنا بيقول على نفس الدايجرام the happiness level of virtual bit must always be between 0 and 100. يعني عم راح فين؟ طيب ادي الفيجوال بيت طبعا
بعمل امسك الهابينس ليفل واقول ان هي لازم تكون اكبر من او تساوي زيرو، اند الهابينس ليفل يكون اصغر من او يساوي 100. طبعا انا عامل الاكزامبل ده عشان بس الاند دي، ان انا بقول لك ان احنا نقدر نحط اند، نقدر نحط اور، نقدر نحط اكس اور، كل الكلام ده بيتحط عادي هنا، ولكن بيتكتب مش علامه، يعني ما ينفعش اعمل علامه الاند، لازم اكتب اند كده. وطبعا انتوا فاهمين ان ده معناها ان لازم الاثنين دول يتنفذوا. اوكي، الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لك ان modules can be taken if they have more than 7 students registered. طب انا عندي هنا module وعندي assessment وعندي student، الثلاثه ما بينهم علاقه قويه. هو هنا بيقول ان الميديول كان بي تيكن لو بس عنده اكتر من 7 students. طب دي هتتحل ازاي؟ طبعا مسكت الميديول وبعد كده قلت تيكن باي وجبت السايز بتاعها لازم يكون اكبر من 7. ركزوا قوي بقى في اللي انا هقوله دلوقتي ده، لانه مهم جدا 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 وحته تريكي قوي لازم انت تكون فاهم. بمجرد ان انا قلت تيكن باي او قلت سيلف دوت تيكن باي، مجرد ما مسكت الجزئيه دي، معنى كده ان انا ماسك في ايدي دلوقتي array of objects من النوع student. الحته دي مهمه قوي قوي. انا دلوقتي لو قلت taken by، معنى كده ان انا ماسك array of objects من النوع student، ولو قلت takes يبقى انا ماسك array of modules، او يعني سوري array of objects من النوع module. فلما اقول taken by وبعد كده خلاص بقى انا عندي دلوقتي array من taken by دي اللي هم من الاوبجكتس اللي من الستودنت، انا عايز اتاكد ان الاوبجكتس دي مش اقل من 7، لازم يكون اكبر من 7، فبجيب السايز بتاعها واقول ان هي اكبر من 7 بس كده. فمهم جدا زي ما قلت الجزئيه دي تكونوا عارفينها، ان التيكن باي لما باكسسها او اي بقى واحد من دول بيكون ماسك في ايدي اري اوف الاوبجكتس بتاعت الكلاس اللي هي عليه. اوكي، دلوقتي جت بقى مرحله الام سي كيو. اللي فات ده كان اكزامبلز، دلوقتي تقريبا 4 اسئله ام سي كيو. يعني من رؤيتي كده اشوف حطيت كام سؤال ام سي كيو، طبعا هيبقى في اسئله كتير جدا على التليجرام بعد البارت ده، قلت نحلها مع بعض عشان تعرفوا تتحلوا ازاي. طيب الاسئله كلها هتكون على الدياجرام ده. طيب بسم الله كده، اول سؤال ركز معايا قوي، ان شاء الله هم 4 اسئله تحلهم كلهم صح باذن الله. اول حاجه بيقول لك ذا اسسمنت فور ا مديول ماست توتال 100%، انهي من دول بيحقق الرول دي؟ طبعا انا بحاول احط افكار يعني ممكن تيجي ان شاء الله، او يعني برضه هكمل زي ما قلت في التليجرام. طيب هنا ده بيقول كونتكست انف سيت ورك دوت ويت ايكوال 100، هل ده صح ان انا اقول سيت؟ انا هنا هو قال ايه؟ قال مديولز، قال سيت ورك دوت ويت ايكوال 100. معنى ده ايه؟ ان انا اهو سيت ورك دوت ويت ايكوال 100، ان اي اسسمنت لازم الويت بتاعه يكون ب 100، يكون ب 100 كل الويتس ب 100. لو انا عندي هنا 100 اسسمنت كل واحد فيهم يبقى الويت بتاعه ب 100، هل ده المطلوب هنا؟ لا، هو عايز التوتال يكون 100%، مش كل واحد فيهم ب 100، انا عايز التوتال كله يكون 100%. طب بص دي، هو قال دوت ويت سم ايكوال 100%، دي برضو غلط، لان ما ينفعش نعمل العلامه دي اللي هي علامه في الميه اللي في الاخر دي غلط. طيب هنا ست هنا برضو خلي بالك، بص بقى اللخبطه، ان هنا قال كونتكست اسسمنت، الحته اللي تحت دي صح، ست ورك دوت ويت الصم بتاعها ايكوال 100، الكلام ده مظبوط، ولكن الكونتكست مش اسسمنت، ما ينفعش الكونتكست يكون اسسمنت. طبعا الصح اللي في الاخر هي دي، لان الكونتكست مدويل صح والاكسبريشن اللي تحت صح، فالاجابه هنا هتكون دي. طيب الام سي كيو الثاني بيقول لك وات او سي ال رول انشورز ذات ذا ستودنتس ماست ريجستر فور 120 كريدتس، انهي من دول بيقول ان كل ستودنت لازم يرجستر فور 120 كريدت؟ طيب هل همسك الستودنت، او خلينا نروح الاول نبص هنا، ادي الستودنت ماشي، انا عايز اتاكد ان الكريدت بتاعه بتاع كل ستودنت يكون 120 كريدت، يبقى اكيد هاكسس التيكس. حلو، يبقى ادي قلت كونتكست ستودنت
بعد كده التيكس دوت كريدت دوت بعد كده اقول اوبريشن كاونت. طيب مين يقول هنا الغلط في ايه؟ طبعا انتوا قولوا بقى خلاص يعني. ايه الغلط هنا؟ ان اولا الكاونت دي بتعد، المفروض بتستخدم مع اري ده مبدئيا، هنا دي مش اري ده مبدئيا يعني، وكمان المفروض انها بتعد كل الحاجات اللي بتحقق الاكسبريشن اللي المفروض محطوط جواها، وهنا اساسا كمان مفيش اكسبريشن، فكاونت دي عشان تلخبطك بس، على اساس ان هي كاونت وانا بعد الكريدتس، فالمفروض ان عد الكريدتس يكون 120، وده طبعا ايه؟ اي كلام في البطيخي. طب الاجابه الثانيه تيكس دوت كريدت السم بتاعها ايكوال 120، هي دي الصح، لان انا هحسب مجموع الكريدتس اللي موجوده تساوي 120 في الاخر، فده طبعا صح. تيكس دوت كريدت ايكوال 120 دي غلط، لان انا كده بقول ان كل كريدت او كل ماده الاستيودنت هيسجلها لازم الكريدت بتاعها يكون 120، وهل ده منطقي؟ لا طبعا، لان انا كده مش التوتال، انا هخلي كل واحده ب 120. ركزوا في الكلام ده. وطبعا تيكس دوت سايز دي مالهاش علاقه، لان انا كده بجيب بقول ان مجموع الاوبجكتس اللي هنا بتاعت المديول يعني يكون 120، وده طبعا مش هو ده المطلوب، فالاجابه هتكون بي. اوكي خلينا نشوف ده. بيقول لك what OCL rule ensure that students must take at least 90 credits of CS modules. حلو، يبقى هنا الاول خصص المديول وبعد كده قال ان يكون مجموع الكريدتس مجموع الكريدتس يكون للمديول ده 90 كريدت. طيب خلينا نشوف اول اجابه. هو هنا عمل سيلكت للكود ايكوال، طبعا التكس الاول كده كده يعني، خلينا نبص هنا اكسس التكس الاول عشان اللعب كله هنا في المديول، الكود والكريدت لازم الكود يكون سي اس والكريدت يكون مش فاكر 90 ولا 60. حلو، طيب يبقى انا اول حاجه مسكت الكود وقلت ان هو بيساوي سي اس، ادي كده مبدئيا ده كده اول جزء من السؤال. بعد كده دوت كريدت السي اس بقى الكريدت بتاعه الصم يكون بيساوي 90. هو هنا الغلط ان هو بيساوي 90، انا قلت اتليست 90 ما قلتش بيساوي 90، فممكن يكون اكبر من 90. طبعا فور اول هنا السؤال الاجابه دي غلط، لان فور اول دي اي كلام، الفور اول دي المفروض بترجع بوليان، فانا كده بأكس بعمل ايه بقى بعد ما ارجع بوليان؟ فده اي لخبطه وخلاص، بلخبطك ما بين السلكت والفور اول يعني، ان الفور اول غير السلكت. طيب الاجابه اللي تحت برضو فيها لخبطه يعني، برضو انا مش سهل خلي بالكم يعني. هنا بقول context student وبعد كده env text select code equal cs dot credit السم بتاعها اكبر من او يساوي 90، كل ده صح ما عدا السنجل كوتيشن اللي المفروض تكون عند سي اس اللي هي هنا دي، فدي كده صح لان السنجل كوتيشن موجوده، ولكن هنا سي اس من غير سنجل كوتيشن فدي غلط، لان مفيش حاجه اسمها سي اس كده، لازم احطها جوه يا اما دبل يا اما سنجل كوتيشن. اخر سؤال معانا what OCL rule ensure that all modules must have at least one assessment worth over 50%. انهي من دول بيتاكد ان at least معانا كل مديول يكون عنده واحد assessment اكبر من الويت بتاعه يكون اكبر من 50؟ سيبك بقى من كل اللي مكتوب، هي الفكره كلها في at least. هل الاجابه هل هستخدم for all ولا هستخدم exists ولا هستخدم both of them ولا none of them؟ السؤال ده مهم جدا، ويعني احتمال كبير قوي 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 تلاقي زيه في الامتحان باذن الله. طبعا انا هنا عشان قال at least فانا هستخدم ايه؟ exists، لان for all بتجيب لي كل او بتتاكد، سوري مش بتجيب لي، هي بترجع ترو لو كل اللي في السيت ورك اكبر من الويت بتاعها اكبر من 50، في الحاله دي بس هيرجع كده ايه؟ هيرجع ترو، لكن انا هنا قايل at least مش لازم كله يكون اكبر من 50، انا عايز at least 1، at least ايه؟ 1، فهي الاكزيست هي اللي بتعمل الكلام ده. فهنا الإجابة هتبقى بي. شكرا جدا ليكم، يا رب المحاضرة تكون لطيفة، محاضرة طولت قوي، بشكركم ان انتوا استنيتوا كل ده، شكرا جدا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.